24 دولة هي المكون الرئيسي للتحالف الذي أنشأته منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والدول خارجها في أواخر عام 2016. هناك من يسمي هذا التحالف أوبك وحلفائها، وأيضا هناك من يطلقون عليه أوبك بلس. ويبدو أن زمن استمرار هذا التحالف سيشهد المزيد من السنوات. إلى التقرير. في خطوة غير مسبوقة لأوبك، تسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول لتعاون طويل الأجل مع مصادر النفط الآخرين، ما يأتي وسط أنباء عن تعديل محتمل تعتزمه أوبك وحلفاؤها لاتفاق خفض إنتاج النفط في يونيو المقبل إذا أصبح المعروض شحيحا في السوق. أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو أكد هذه الأنباء، وذلك بعد تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن بلاده وروسيا تسعيان لإتمام اتفاق تاريخي طويل الأجل قد يمدد قيود إمدادات الخام العالمية التي وضعها كبار المصدرين لما يصل إلى 20 عاما. وتعاونت روسيا أكبر منتج للنفط في العالم مع أوبك التي تضم 14 عضوا من قبل لكبح الإمدادات وتعزيز الأسعار في فترات شهدت تخمة في معروض الخام. ولكن إذا توصل الجانبان إلى اتفاق تتراوح مدته بين 10 أعوام وعشرين عاما فسيكون أمرا غير مسبوق. وفي يناير من العام الماضي اتفق أعضاء أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين خارج المنظمة على خفض الإمدادات في خطوة لرفع أسعار النفط التي هوت من فوق 110 دولارات للبرميل في 2014 إلى ما دون 30 دولار للبرميل في 2016. وفي نوفمبر الماضي جرى تمديد الاتفاق الأصلي وهو ما رفع الأسعار إلى نحو 70 دولار للبرميل، ومن المقرر أن تستمر تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية عام 2018. وفي سياق متصل يؤكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن سوق الخام تتماسك وأن الأسعار تحسنت بشكل كبير، مضيفا أن اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد 2018 سيعتمد على الاجتماعات التي سيعقدها المصدرون بحلول نهاية العام الحالي. يأتي كل هذا مع زيادة واضحة للاستثمار في قطاع النفط رغم أنه لم يصل بعد للمستوى الذي كان عليه قبل هبوط الأسعار في 2014. فهل تنجح مساعي أوبك وروسيا الرامية لاستقرار أسعار الخام؟ وكيف يتفاعل منتج النفط الصخري الأمريكي بشأن خفض الإنتاج المزمع؟ الشهور القليلة القادمة قد تحمل الإجابة.